يبدو أن لدينا ضيفة. لابد أنها ضيفة يا ابنتي. أهلا يا سيدي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك يا سيد. لقد تملكني الفضول، من تكون هذه؟ من هي يا ترى؟ من هذه المرأة؟ سنرى الآن. المهم عاد سيدي عثمان. أهلا يا سيدي. أهلا يا سيدي. سيدي عثمان أهلا بك. أهلا بك يا بطلي. أهلا وسهلا بك. لم نستطع تبادل همومنا. لابد أننا سنجد وقتا للتحدث. من تكون هذه السيدة؟ ابنة سيد هاربة من الظلم. أهلا بك يا ابنتي، لا تظني أنك غريبة بيننا، سنكون أهلك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك يا ابنتي. أهلا وسهلا، أعلم أن قلب أهل الكاي كبير. أنتم أنقذتم روحا أسيرة وأعطيتموها خيمة، ولهذا السبب أنا سأدعمكم. بالا، اهتمي بضيفتنا، إنها مصابة. على الفور. أمي. الضيوف الذين على هذا الشكل لا يذهبون بسهولة يا بالا. أريد منك أمرا. خيرا إن شاء الله، قل. إنها ضيفتنا، سنهتم بها بالتأكيد، ولكن لا تبعدي عينيك عنها. هل تصرفت بشكل يثير الشكوك يا بني؟ الشك صار واجبا علي من بعد الآن. أنت محق، لا تقلق يا بني، أنت قم بعملك وأنا أهتم بها. سلمتي. سيدي، جاء خبر من كومرال. ما هو؟ لقد وجد أثر جيركوتاي. جيركوتاي، رأوه يهرب من المغول بالقرب من إنغول. أحضروه لي، أحضروه لي كي نعرف الألاعيب التي يحيكونها. أمرك سيدي، أمرك سيدي. جيركوتاي. لن يستطيع أحد إنقاذك مني هذه المرة. جاء يوم الحساب يا هزال. لقد جاء يوم الحساب.